التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في العاصمة الأوزبكية طشقند أمس بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح للاطمئنان على صحته ومراحل علاجه. وقال الغانم إنه اطمأن على صحة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعلى مراحل علاجه واستشفائه التي تسير بشكل ممتاز بتوفيق من الله تعالى، معربا عن أمله بسرعة انتهاء من رحلة علاجه وعودته إلى بلده سالما معافى ليعاود ممارسة أعماله ومهامه.